حقيقة يعني مثل ما تفضلت حضرتك وحكيت انه شفنا عدة اقفالات سابقة ما عطيت يمكن النتائج المرجوة، يعني عطيت نتائج بس ما عطيت النتائج المرجوة على الصعيد الصحي. بحسب المسؤولين يعني الهدف الأساسي من وراء الإقفال هو إعطاء جرعة أكسجين للقطاع الصحي يقدر يتحمل، بس هذا الأمر عم بيتم على حساب الاقتصاد، على حساب الاقتصاد. أولا هناك حلول تانية موجودة على الصعيد الصحي، من بيناتها يتفضلوا يحكوا هني والمستشفيات الخاصة حتى يفتحوا مثل ما بيقولوا أسرة حتى يقدروا يهتموا بالمصابين. وهذه المشكلة هي مشكلة مالية واضحة، لأنه المستشفيات عم بيطالبوا بأموال عائدة لهم. فإذا في حلول تانية. هلأ على الصعيد الاقتصادي الضرر رح يكون كتير كبير، لأنه هذه عملية تفقير رح تكون للشعب اللبناني وضرب لآخر أعمدة الاقتصاد. يعني نحن بنعتاد أنه بتوقيف هل بتسكير البلد أكيد رح يتوقف العديد من النشاطات الاقتصادية، وبالتالي مداخيل أقل، يعني معناتها رح يكون في ضرر كتير كبير على الـ على الـ على الناس. ونحن باعتقادنا أنه رح تزيد نسبة الفقر بهالمرحلة هذه. لذلك نحن منقول انه اقتصاديا نحن ضد الاقفال، على ان تاخذ السلطات اجراءات. واحد، تحكي مع المستشفيات الخاصة تفتح اسرة. اثنين، يكون في عندك مثل ما بيقولوا تشدد كتير كبير باللي بيخالفوا من ناحية الاجراءات الوقائية، حمل الكمامة، وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وأكيد احترام العدد اللي بيبقى منصوص عليه من قبل وزارة الصحة. وهذه الإجراءات بس نتشدد يكون في غرامات. أنا باعتقادي بنرجع بنلزم الوضع. أستاذي الكريم، بحسب دراسات منشورة على الإنترنت وفي العديد يطلع عليها، هناك موجة جاية بال 2021 وموجة أخرى جاي بال 2022. بغض النظر عن مدى الصحة أو عدم صحة هالمعلومات، لأنه نحن مش اختصاصنا، ولكن هذا يعني أنه لازم نعرف نتعايش مع هالوباء هذا لحد ما يلاقوا له العلاج المناسب. هذه المعايشة بتصير أو التعايش مع هالفيروس بيصير من خلال حقيقة التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، لأنه هذه أكثر شيء فعال. أما إقفال البلد رح يكون فيه عليه تداعيات اقتصادية سلبية جدا. برأيك بروفيسور، التوجه دائما نحو الإقفال بتلاقي كأنه خيار، هيدا بتلاقي دائما بتستخدمه الدولة أو الحكومة أو اللجان كخيار دائما بعد كل فترة وفترة. يعني هذا اذا ما نقرا بانعكاسه يمكن الاقتصادي السياسي، شو بنقدر نفهم منه القرارات؟ انا باعتقادي هذا غياب الحلول عند المعنيين هو اللي عم يدفعهم بالدرجه الاولى لاخذ القرار بالاقفال. واذا بتلاحظ حضرتك على طول عم نحط المفاضله بين الصحه وبين الاقتصاد، وبالتالي اكيد الراي العام دغري عم بيميل نحو الاقفال، لانه اكيد ما حدا بيقبل يتهاون بصحته. بس ما في حل وسط بين هالحلين اللي هو مثل ما بيقولوا الاقتصاد مع المحافظة على الصحة. المحافظة على الصحة هي من خلال الإجراءات الوقائية اللي يجب التشدد فيها. يعني ما فينا نجي نقول انه خلص بدنا نعمل عملية اقفال، ما في إلا تداعيات اجتماعية تانية. هذه انا بقول انه هذا الحل الأسهل، لذلك عم يتخذ عطول.